موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. اتفق السودان وتركيا على زيادة حجم التوليد الكهربائي من البارجة التركية بالبحر الأحمر من 150 ميجا وات إلى 250 ميجا وات في اليوم اعتبارا من مايو المقبل. أكشف الوزير خلال لقائه السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو عن اتفاق بين الجانبين على استمرارية الشركات التركية في قطاع الكهرباء بالسودان وتجديد العقود في مايو المقبل موعد انتهاء الاتفاق الحالي. أصدرت مدير الإدارة العامة للصيدلة سارة عمر عبدالله قرارا بإيقاف مدير إدارة الصيدلة بمحلية الخرطوم مجدي محمد نور عن العمل وكذلك تحويله إلى التحقيق. يأتي قرار الإيقاف بسبب تصريح إعلامي منسوب لنور حيث قال فيه بأن مشكلة الدواء لم تحل سوى بتغيير المجلس القومي للصيدلة والسموم، مرجعا ذلك لما وصفه بسياسته العقيمة في تسجيل الأدوية. أصيب رئيس حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور بفيروس كورونا في محبسه بالخرطوم. بحسب مصادر طبية فإن السلطات قامت بنقل غندور إلى أحد مشافي بحري لتلقي العلاج. انتهى الموجز، إلى اللقاء.